وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا قصتنا اليوم مع الشخص له قصة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل أخذ بقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى فمر بآية: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، بمعنى بأنه أنا مذكور في هذا الكتاب. فأخذ في التفكير وأخذ بقراءة القرآن ويقلب صفحات الكتاب أو صفحات القرآن الكريم، بده يشوف نفسه وين مذكور في هذا الكتاب. فمر بآيات: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فوقف برهة وقعد يفكر: أنا من السابقين السابقين المقربين إلى الله سبحانه وتعالى. فقال: مستحيل إن أنا أصل لهذه الدرجة، أنا عصيت ربنا سبحانه وتعالى كثير، ولكن ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، أنا ما من السابقين المقربين إلى الله سبحانه وتعالى. فأكمل قراءته لكتاب الله سبحانه وتعالى ويبحث عن نفسه وين ذكر هو في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمر في آيات أخرى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. فوقف برهة وبلش يفكر: هل أنا من هدول الناس؟ عاود وصل إلى درجة أنه أنا مش منهم. صحيح أني عصيت ربنا سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. وهذه الآيات تتكلم على الكافرين. فأخذ بالبحث والتكمل في كتاب الله سبحانه وتعالى، هو بيبحث عن نفسه. فمر بآية ثالثة بيقول فيها سبحانه وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فقال بعد التفكير إنه أنا ذكري في هذه الآية. والسؤال اللي بيسأل نفسه إنه أنا وين ذكري في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وإنت بدك تبحث وتشوف وين ذكرك في كتاب الله سبحانه وتعالى حتى تصلح ما أفسدته، وحتى تزيد في الطاعات وإقبالك على الله سبحانه وتعالى.